بقى لشق اخر ايجابي من المآثر الايجابيه للمنتدى وهو ليه علاقه بالسياحه. طبعا السيد يحيى راشد وزير السياحه اكد ان مؤتمر شباب العالم اللي شهدته مدينه شرم الشيخ خير دليل او خير دليل على ان المدينه ستظل قبله لكافه السائحين وهتحظى طبعا باعجاب وثقه ضيوفها من مختلف دول العالم، متوقعا ان يكون الموسم السياحي لهذا العام هو الامثل لعوده السياحه الى معدلاتها الطبيعيه. خلينا نروح نشوف التقرير ده ونرجع لكم تاني. بواسطه هاتف ذكي يلتقط السيلفي والصور التذكاريه، وعبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت مصر حاضره في حسابات وتغريدات الملايين حول العالم. ترة في معلم جميل وأخرى في رسالة مفادها أن مصر آمنة تماما ومستعدة لاستقبال الضيوف. صحب كل ذلك حملة إعلامية ترويجية لأكثر من 3000 شاب يمثلون 100 جنسية مختلفة شاركوا بمنتدى شباب العالم، تم بثها عبر وسائط إعلامية متعددة قبل وخلال أيام المنتدى، ما كان له التأثير الإيجابي على حركة السياحة في مدينة شرم الشيخ بشكل خاص ومصر بشكل عام، كما سيكون له أثره في المدى القريب على طمأنة المستثمرين الذين وجدوا في قدرة مصر التنظيمية للمؤتمر مؤشرا جيدا للاستثمار في مصر كمناخ صالح لإقامة المشروعات المختلفة سواء في قطاع السياحة أو غيرها من القطاعات. بدء الموسم السياحي في مصر يأتي متفائلا هذه المرة، فقد بدأناه بمنتدى الشباب الدولي وسبق اعتماد البابا فرانسيس لأيقونة رحلة العائلات المقدسة إلى مصر ليجيء حج الفاتيكان قيمة إضافية ومؤثرة بالنسبة للسياحة المصرية. المؤشرات الإيجابية والزيادة الملحوظة التي شهدتها السياحة المصرية في الفترة الأخيرة تؤكد أن الحركة السياحية الوافدة لمصر في طريقها لاستعادة معدلاتها العالية وللمكانة التي تستحقها مصر على خريطة السياحة العالمية، ليكون هذا الموسم هو التوقيت الأمثل لعودة السياحة إلى مدينة شرم الشيخ وكل المدن السياحية في مصر إلى معدلتها الطبيعية مصحوبا بالأمن والأمان الذي تتمتع به البلاد. زي ما قلت لك كده في البدايه رجائي، ان انت من اول ما بنوصل مطار شرم الشيخ لغايه لما بتمشي كل حاجه في البلد بتقول لك اهلا وسهلا بيك، كل حاجه من ضحكه الناس، من سعادتهم، من استقبالهم، من حتى كنا مستغربين جدا في الاوتيل كان حتى البوفيهات كانت بجنسيات مختلفه، مش عايزينك تحس ان انت بعيد عن بلدك وان انت فعلا في بلدك التاني. اما بالنسبه لرسائل السياحه فدي كانت من اهم واقوى الرسائل اللي توصل من خلال منتدى شباب العالم. احنا بلد امن وامان، الناس مبسوطين، عندنا فعاليات، كان في فعاليات من بلدنا، فعاليات سواء كانت بدويه او على هامش المنتدى. صحيح، على هامش المنتدى دي كانت دي بتقول احنا موجودين. تخيلي بقى احنا كنا في عندنا تقريبا 3000 زائر من دول اجنبيه، دول عربيه ودول اجنبيه. تخيلوا انتوا ال 3000 زائر دول لما يشوفوا هذا الكم من من التنظيم ومن الحفاوه ومن الروعه ومن الابهار، ال 3000 زائر دول لما يرجعوا بلدهم هيجوا السنه اللي جايه بقد ايه؟ صحيح. لا وكمان عندنا على الفيسبوك للصفحه الخاصه بمنتدى شباب العالم وصلت لمليون مشترك، وجايين وطبعا الوفود اللي وصلت جايين من 113 دوله مختلفه، فانت كانك رجعت من شرم الشيخ من 113 دوله وزير سياحه او سفير بيتكلم عن مصر. فحقيقي الحمد لله احنا قدرنا نرصد اراء عدد كبير جدا من الوفود المشاركه ومن الضيوف اللي كانوا موجودين اللي اتكلموا عن مصر فعلا بحفاوه شديده، وخصوصا في الكلمة الختامية رجائي كانت كلمة الفتاة الروسية اللي بجد قالت ان هي بتطالب بإلحاح برجوع السياحة الروسية لمصر تاني، لان هي نفسها شافت سلام وأمان، اهتمام شديد جدا بكل السياح، نظافة، رعاية، كل حاجة تتمناها كسائح موجودة. ده غير طبعا طبعا الطبيعة الخلابة اللي كانت موجودة في شرم الشيخ. ده حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، بحر ورمالها، بلد بجد يعني مش ممكن. هي اصلا الطاقه الايجابيه توصل من اول ما انت بتحط رجلك في المطار. زميلنا حسام كان عمل لقاء مع سيد السفير وزير الخارجيه سيد سامح شكري، وكان هو يعني قال في تصريح ليه ان هو في عوده للسياحه الروسيه بعد انتهاء المنتدى. صحيح، وده كان برضو من ضمن الرسائل الهامه جدا لمهرجان الشباب الوافدين المصريين لما راحوا مهرجان سوتشي في روسيا. في روسيا صحيح، ده حقيقي يعني بجد. صحيح، احنا كنا مشرفين سواء احنا بره او سواء احنا جوه مصر. طيب يعني حاجه والله كلها اخبار مفرحه جداً. اخبار يا رب بس درجات الحراره تبقى على هذا الاستوديو مش سايعني من الطاقه الايجابيه احنا على فكره يا جماعه ماسكين اسماء بالعافيه والله العظيم انا طيب